وللحديث عن واقع محافظة نينوى والأسباب التي تقف وراء عدم إعمار مدينة الموصل على مدى السنوات الماضية، معنا الدكتور يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. أهلا بك دكتور يحيى معنا. يعني بداية، لماذا لم تشهد محافظة نينوى إعمارا حقيقيا على مدى السنوات الماضية؟ أهل الموصل يتحدثون فقط عن تبليط شوارع، ماذا عن البنى التحتية؟ لا مدارس ولا مستشفيات. تفضل. أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك. عزيز، محافظة نينوى كحال المحافظات العراقية الأخرى تتقاذفها أجندات خارجية إقليمية ودولية تسعى للاستحواذ على مقدراتها، وكان المثال الأبرز فيها سيطرة حزب العمال البكتة على مدينة سنجار وجعلها قاعدة متقدمة له بالتوافق مع الحرس الثوري الإيراني. وبعد أن نفذت صفحة داعش بتدمير الكثير من أقضية المحافظة وخاصة مدينة الموصل الحبيبة، رأت تلك الأجندات من خلال عملائهم الصغار وبعض المحسوبين على شيوخ العشائر المدعومين من قبل الميليشيات بأن السيطرة على محافظة نينوى أصبح سهلا، خاصة بعد تشريد أهلها وتدمير بناها التحتية وسد تخصيصاتها المالية وتقاسمها بين الأطراف الميليشياوية المتحكمة بشأن المحافظة، والوقوف بوجه أي إعمار حقيقي سواء لمنشآت البنى التحتية أو لدور ومتاجر أهالي الموصل الكرام، بل تم وضع العراقيل وابتزاز أبناء الموصل في حالة الموافقة على القيام بإعادة بناء منازلهم وعماراتهم، وما جرى من تبليط لبعض الطرقات أو إصلاح لبعض الدوائر أو المدارس أو المراكز الصحية إنما قامت به منظمات دولية، بما في ذلك إعادة تأهيل عدد من الجسور دون أن تكون لتخصيصات الحكومة أي دور يذكر، بل هذه التخصيصات كانت تجيب الفاسدين والميليشيات. لكن أين الأموال التي خصصت منذ عام 2017 لإعادة إعمار نينوى دكتور يحيى؟ يعني أكوام الأنقاض لا تزال شاخصة، وحتى الجثث لا تزال تحت أكوام يعني الركام موجودة. نتحدث عن كشوفات بنفقات قيل إنها صرفت للموصل، ولكن الحقيقة على الأرض تثبت أن شيئا من هذا لم يحدث. جيوب، جميع الأموال المخصصة تذهب كما أشرت إلى جيوب الفاسدين المتنفذين في الحكومة، سواء في الحكومة المحلية والميليشيات المسيطرة على محافظة نينوى أو ضمن أولئك الفاسدين الكبار في الحكومة المركزية، والتي تتقاسم هذه الميليشيات مع هذه الأحزاب الأحياء لكثير سواء من مدن الموصل أو الأقضية الأخرى المهدمة. وكل ما يقدم من كشوفات مزورة من أجل أن يستند هؤلاء الفاسدين لتبرير سرقاتهم في وقت إن هذه المنشآت التي قامت قد قيمت هبات من منظمات دولية قدمت ذلك لأهالي مدينة الموصل. وهذه الكشوفات المزورة تعلم بها الحكومة، ولكن هؤلاء قد أمنوا العقاب لأن لا وجود لجهة رقابية أو حسابية تحاسب هؤلاء المجرمين على سرقاتهم. نعم، لكن دكتور يحيى، يعني فشل مؤتمر الإعمار بهذا الشكل، إلى أي مدى تتحمل السلطات والأحزاب الحاكمة مسؤوليتها مع تعثر ما وصف بخطط مكافحة الفساد؟ كيف أسهم بهذه النتيجة التي نلمسها عيانا على الأرض حاليا؟ عندما يستشري الفساد وليس هناك من رقيب أو حسيب، وإن أخطبوط الفساد والرشا الضارب في وزارات ومؤسسات الدولة سواء في محافظة نينوى أو الحكومة المركزية سيكون حتما هو العائق الأكبر أمام الإعمار، وستفشل كل الجهود الداعية للبناء،
وحتما سيفشل مؤتمر الإعمار، وهذا تحصيل حاصل بسبب سيطرة الفاسدين المدعومين من قبل أحزاب وميليشيات وأشخاص نافذين في سلطة النهب والتخريب، لا يهمهم إلا مصالحهم الخاصة ومصالح أحزابهم وميليشياتهم، وإنهم ينفذون أجندات إقليمية ودولية على حساب محافظة نينوى وعلى حساب العراق. نعم دكتور يحيى، قبل عدة أيام خرجت تظاهرة في نينوى ضد ميليشيات بسبب منعهم لهم من بناء منازلهم. السؤال هنا، لماذا تمنع الميليشيات المواطنين من بناء منازلهم؟ ومن زاوية أخرى أيضا في ذات السؤال، أين من يدعون تمثيل محافظة نينوى سواء في البرلمان أو الحكومة؟ نعم، تظاهرة الموصل ورفع صوت أهالي الموصل أعتقد هو إذانا ببدء مرحلة جديدة للوقوف بوجه هذه الميليشيات الفاسدة التي تسعى وتعمل على وفق مخطط ممنهج ومدروس ومشبوه، تسعى جاهدة لمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم وإعمارها من أجل أن يصاب المواطن الموصلي بالإحباط وباليأس، ولربما يضطر لبيع عقاره من إحداث التغيير الديموغرافي في مدينة الموصل، وهذا أصبح واضحا ومكشوفا لدى أهالي الموصل جميعا بأن هناك محاولات مستميتة لأطراف وشركات تسعى للاستحواذ على العقارات سواء في مدينة الموصل خاصة وفي محافظة نينوى وفي كثير من المحافظات الأخرى. الدكتور يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.